النهاردة أعلنت وزارة الصحة البروتوكول الخاص بعلاج متحور كورونا الجديد، واللي تم وضعه من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. ناس عايزة تفهم البروتوكول ده إمتى تاخده، وهل الأدوية دي موجودة ولا مش موجودة، وأي أعراض تظهر يتاخد البروتوكول ولا لأ. كل أسئلة حضراتكم هيجاوب عليها دكتور حسام حسني اللي بتشرف بمداخلته. ألو دكتور حسام، مساء الخير. مساء الخير يا معزز، يا حضرتك أهلا ومساء على بيك. كل مشاهدينا وقناة أهلا مصر. بيك دكتور حسام. أقول لك على حاجة الأول يا دكتور حسام قبل ما نرد على الناس. في بعض الدكاترة شايفة إن وجود نشر البروتوكول على صفحات الجرايد إنه ده ما مش صح، لأن كده ممكن الناس تتعامل مع نفسها دون رجوع لدكتور. رأي حضرتك إيه؟ تماما، لان مفيش حاجه اسمها انا هاخد علاج داخل البروتوكول. اولا البروتوكول ليس لا، ابتديت ما اسمعكش. انا موافق تماما على، طبعا لان اي حد طبيب ما هيقول لحضرتك مفيش حاجه اسمها بروتوكول لعلاج فيروس في حاله مرضيه. لا، الحاله وهم المرضيه بيقولوا يعني مش مفروض ينشر في الجرايد. وانا يعني مع اوكي. الاطباء دي بكافه الطرق، لأن المسؤول عن العلاج هو الطبيب المتخصص، لأن في اوكي. عوامل كثيرة بتتاخد في حساب علاج أي حالة. هل الحالة دي صحيحة بدنيًا؟ هل هي عندها أمراض مزمنة؟ هل في أدوية بتاخدها تؤثر على أو تتفاعل مع الأدوية اللي هتكتبها ولا لأ؟ كويس؟ هل هي الشديدة فم كانت ممكن تبقى صحيحة لكن ممكن تكون حامل؟ هل هي كويس فم في زيادة في الوزن أو في زيادة في الوزن؟ دي كلها عوامل إحنا بنحسبها قبل كتابة أي بروتوكول. ثانيًا كويس، هو اصلا البروتوكول لم يحدث، لان احنا من ساعه ما ظهر هذا المتحور كنا بنقول ان احنا عشان نغير كويس او اي تعاملنا مع اي متحور بنبص على 5 عوامل اساسيه: شده انتشار المرض، كويس، هل المرض ده بيهرب المناعه ولا لا، هل الكواشف اللي موجوده كويس فيه كويس اللي احنا بنستخدمها في التشخيص مناسبه ولا لا، هل الامصار اللي احنا بنديها بتقي من هذا المتحور ولا لا، وهل الادويه اللي داخل البروتوكول. خلي بال حضرتك يا فندم مدام عزه ان احنا البروتوكولات دلوقتي اصبحت بروتوكولات موحده وعالميه، ليس في الاول كنا بننزل بروتوكولات علشان احنا كان مع زياده معرفه ما بين هذا الفيروس وانتشاره طرق طب علاج. أتمنى بس دكتور حسام حضرتك بس ما تبعدش السماعة أو أستأذنك، تمام بلاش نتحرك بالتليفون. تمام اتفضل كويس، يا فندم، الصوت اتفضل كده واضح؟ كده زي الفل. تمام اتفضل. يا يعني هي دي ال5 عوامل اللي احنا بنتكلم فيها من ساعه ما ظهر هذا المتحول او من ساعه ما هو ما يكون ظهر والبروتوكول الاعلامي على مستوى العالم ثابت. وهنا السؤال يا دكتور حسام، هل معنى كده ان العالم ما لقاش اي جديد او شيء متطور في البروتوكول، لانه كده عودة لبروتوكول كورونا؟ كويس، خلينا نقول ان هو العالم في كل يوم في سباق في ما هو جديد في ما في كل الاوبئه او في كل الفيروسات، ايوه. لكن ما ناخدها بطريقه ثانيه، ان اللي موجود هو اثبت فعاليه وامان، لان احنا دايما اوكي. في استخدامنا في اي دواء بنبص على العامل الاساسي اي الفعاليه والامان. فالادويه اللي موجوده حتى الان تمثل فعاليه قويه جدا في الشفاء وامان جدا على صحه المريض. لكن احنا اوكي دايما كنا بنقول من اول يوم في علاج الكورونا اهم عامل في علاج الكورونا هو الوقت اللي هنبتدي فيه العلاج. ما نتركش الفيروس، ما نتركش الفيروس داخل الخليه ما نقعدش 7 او 10 ايام بنقول ان ده مش كورونا او ان ده مش التهاب فيروسي كويس ونعالج بادويه خاطئه كمضادات حيويه ثم نقول ان العلاج مش فعال. حتى البروتوكول ممنوع فيه المضاد الحيوي. بنأكد على كده ان البروتوكول فيه استخدام المضادات الحيويه في حالات معينه وليس على العموم. اوكي. بيتاخد في البروتوكول بس الحالات معينة. كويس، وليس على العموم. كويس، اوكي. فاستخدام المضادات الحيويه بطريقه خاطئه كان من الممارسات الخاطئه اللي احنا شاهدناها. ايوه. البروتوكول المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ده بروتوكول، ده بروتوكول رقم 1 واحنا وصلنا لغايه البروتوكول رقم 8. ها، فالبروتوكول المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ايوه. بروتوكول غير صحيح كويس بالمره. ودي معلومة مهمة، هو في بروتوكول موجود على السوشيال ميديا، هذا البروتوكول خاطئ. خاطئ للاسف. كويس، اوكي، ده تكذيب مهم يا جماعة. ايوه احنا اتفضل. بطلنا نستخدم هذه الادويه بقالنا فتره،
ان بقى في ادويه اكثر امانا واكثر فعاليه من الادويه اللي مذكوره في على وسائل التواصل الاجتماعي. اوكي. فخلينا نطمن الناس، احنا الوضع الوبائي في مصر مستقر جدا. الحالات المرصوده حتى الان هي كلها حالات بسيطه. كويس. ما عندناش حالات شديده. الحمد لله. كويس. عندنا توفر للادويه اللي داخل البروتوكول اللي هي الادويه الحديثه. ده سؤال في غايه الاهميه، الادويه اللي موجوده في البروتوكول دكتور حسام متوفره في مصر كلها. كويس. نشكر وزاره الصحه، وخلينا دايما ناخد المصدر بتاعنا من المتحدث الرسمي لوزاره الصحه. صحيح. كويس. وزاره الصحه لم تعلن عن تحديث البروتوكول ولا عن تغير البروتوكول. تمام. كويس. وطبعا من الناس اللي لازم نشكرهم داخل وزاره الصحه الطب الوقائي اللي هو مجرد ما رصد هذا التحول داخل جمهوريه مصر العربيه. ايوه. اعلن كويس بمنتهى الشفافيه عند كل هذا التحول. ده هايل. السؤال التقليدي او قبل السؤال التقليدي يا دكتور حسام، بس الناس بتساله كتير لانه احنا كمان داخلين على فرق في الجو، يعني اقصد تغيير سيزن. دكتور حسام، كان في ناس بروتوكول القديم اللي هو مازال موجود دلوقتي عمل لهم رياكشنات وحشه جدا الحقيقه في البعض منهم، ده اثر على الحاله النفسيه بتاعتهم. خلينا نقول دايما الو سامعاك. مفيش دواء امان 100%، لكن عشان كده بنقول ان احنا الادويه لازم تتم بمعرفه الطبيب، لان هو اللي بيسمع من المريض بتاعه الحاله الصحيه كامله للمريض. خلينا نقول ان برضو من عيوب الفيروس كان في نوع من مشاكل متلازمه ما بعد الكورونا، هي الاحباط النفسي والاحباط. صحيح. فليه دايما بناخد ان دي مشكلة من الدواء وليست مشكلة من المرض الأساسي أو من الفيروس الأساسي اللي موجود عندنا. فالفيروس يعني الرياكشنات السيئة اللي مر بيها بعض الناس ده كان نتيجة الفيروس مش بالزبط. البروتوكول. اوكي. فخلينا دايما نتكلم بوضوح، احنا دلوقتي عندنا مرحلة كويس، هي مرحلة لا ليس يقول فيها داعي للقلق كويس أو الرعب، لكن احنا بنطالب الناس بالحذر والحذر العقلاني كويس، ان احنا ناخد بالنا ان احنا في نشاط لفيروسات. هذا النشاط كويس الحمد لله بالفيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكن في فئات معينه من المصريين لازم ناخد بالهم افضل. ايوه. اهلنا من كبار السن. ايوه. اصحاب الامراض المزمنه كويس الادويه. اهلنا اللي كويس مصابين بالاورام السرطانيه او تحت العلاج الكيميائي. أيوة. او بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه او بياخدوا كورتيزون. أيوة. لمده طويله، دول يكونوا أيوة. اكثر حذرا، وان ما يحصل اي اعراض ما ينتظروش ويلجاوا للرعايه الصحيه المبكره بعد كده. طيب قبل السؤال التقليدي، هل في حالات معينه في هذا المتحور الجديد على مستوى العالم احتاج لعزل؟ كويس. اي التهاب فيروسي لاي حاله بنطلب من المريض العزل. لان اساسا الفيروس لا ينشط خارج الجسم. الفيروس مكانه الطبيعي بالانتشار هو داخل جسم الانسان. يبقى المسؤول عن انتشار الفيروس هو كويس الانسان نفسه. انا الفيروس لو طلع على السطح ما بيتكلمش اكثر من 8 ل 12 ساعه. لكن طول ما هو في جسمي بيستخدم الطاقه الداخليه الموجوده الذي اصابه. معلش الصوت باع الثاني يا دكتور حسام، انتوا سامعين يا شباب؟ كده سامعني كويس يا فندم؟ اتفضل. بعد اذنك معلش. يبقى تكاثر الفيروس لا يتم خارج جسم الانسان. تكاثر الفيروس لا يتم الا داخل جسم الانسان، يبقى المسؤول عن انتشاره هو الانسان نفسه. أيوة. يبقى انا لما احس باعراض انا وانا الحمد لله صحيح ومناعتي كويسه، لكن انا ما اعرفش هصيب مين، تكون مناعته ضعيفه او كويسه او. طب العدوى بتيجي ازاي يا دكتور حسام؟ هي ما زالت العدوى بطريقه كورونا، هي عن طريق الرصاص الدروبليت انفكشن. يبقى عن طريق العطس او البصق كويس، او اللي يتكلم بصوت عالي كويس، هي دي اساسها عوامل الانتشار. او ان انا الامس سطح عليه الفيروس، وان انا المس الاغشيه المخاطيه سواء كانت العين او الانف او الفم. عشان كده بنقول الماسك هو اجراء وقائي وليس اجراء احترازي. كلمه احترازيه كانت بتمثل للناس نوع من الحساسيه او القيود. هي هو اجراء وقائي، انا بحمي بيه نفسي، بحمي بيه عيلتي، بحمي بيه. هل محتاجين عوده للقحل مره ثاني مطهر؟ طبعا كويس. السطح لو سمحت اغسل ايدك بالميه والصابون لمده 20 ثانيه، او اغسل عقم يدك بايه؟ بكحول. اجراءات الوقايه هتحمينا. نعم محتاجين، كلنا محتاجين، ده يبقى اسلوب حياه الحقيقه. ايوه تمام. بشكرك دكتور حسام، بشكرك فندم.